اي مرحبا بكم الناس الكل، معكم هادي الزواري كالعاد. ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم باش يكون هو تكمله للفيديو اللي عملناه مع بعضنا المره اللي فاتت، اللي هو الفيديو نتاع الكوداج ديكوداج وترانس كوداج. دونك مهم ياسر انك تكون تفرجت على الفيديو اللي فات قبل ما تتفرج على البارتي هذه. وحاجه اخرى مهمه ياسر ساده، اللي انت تحاول تجاوب على الاكزرسيس هذا ثلاثه هذا وحدك قبل ما تشوف الاصلاح نتاع يانيو. دونك خلينا نتوكلوا على ربي مع بعض. دونك السؤال الاولاني شو طلب منك؟ قال لك اكزرسيس ا كومبليتي لي شيما سويفون بار لي مو، كمل بالكلمات هذا. ترانسكوداج حكينا عليها، ترانسكوداج هو الانتقال من باز مش مفهوم الى باز مش مفهوم اخر. باز ديس اللي هو الباز المفهوم، كوداج تشفير، ديكوداج فك التشفير، باز ويت والباز سيس. انديكي لي سونس دي لا كونفرسيون بار دي فلاش، يعني الحقيقه من هذا يتخدم باكثر من طريقه حسب ما قاعد نرى لهنا. دونك باش نبداو هنا بالباز الاولاني نتاعنا اللي يساعدك تنجم تكتبوا هنا تكتبوا كله. دونك نبداو على سبيل المثال بالباز ديس، انا مثال خاطر هو كاتبها لي اول واحده. باز ديس لين عندك الباز ديس، باش نمشيو لباز اخر مثال باز ويت ولا الباز سيس كوم تو فو. نعرف الباز ديس هو باز مفهوم، الباز ويت هو باز غير مفهوم، نجم تقلبهم، نجم تبدل الباز سيس تصرف حاصل من الباز ديس للباز ويت. شنو نتقلوا هكا، شنو نعمل فلاشيك معناها من المفهوم الى الغير المفهوم. شنو تتسمى شباب العمليه هذه؟ العمليه هذه تتسمى تشفير المعلومه، باش نشفرها المعلومه. دونك هذا يتسمى كوداج، تشفير المعلومه شفرناها. ومن الباز ويت يعني شنهز الباز سيس، هذا باز مش مفهوم الى باز اخر مش مفهوم، هذه سهله على الاخر ترونس كوداج. وعندنا لهنا من الباز ديس الباز سيس ولا من الباز سيس الباز ديس، يعني شو نسميوها عملنا احنا الكوداج. طيب نحبوا نعملوا ديكوداج، ديكوداج شنو يطلع؟ يطلع من الباز سيس للباز ديس، هذا لا هذا شنو يجي؟ يطلع من الباز سيس للباز ديس، هذا شنو يطلع؟ يطلع ديكوداج. دونك ديكوداج شو معناها ديكوداج؟ فك التشفير، علاش؟ خاطر هذه كاتب شفره فكني لها تشفير ولات في الباز ديس. دونك هذا ديكوداج، هذه من الباز ويت للباز سيس ترانس كوداج. الفلاش ينجم يكون لنا وينجم يكون لنا، خاطر من الويت للساس يتسمى ترانس كوداج ومن الساس للويت يتسمى ترانس كوداج كذلك. دونك التمرين الاولاني هذا ما فيه حد شيء، نتعداو ليكزارسيس دو. كوديني نومبر سويفون اون بينار و اون اكزاكتيسيمال، دونك عطيني لين هي نومبر في الباز 10 طلب مني باش نحولها من الباز 2 والباز 6. دونك نعرفوا انه من الانتقال من الباز 10 للباز 2 هذا باز مفهوم وهذا باز غير مفهوم. العملية هذه شنو تسمى؟ تسمى شفرت هالمعلومة. دونك عملت لها كود، كوداج. دونك اكتب العدد المراد تحويلها 42 والباز اللي تحب تمشي له. شكون الباز اللي تحب تمشي له يعني؟ اللي هو الباز دو، وتوكل على ربي. 42 على 2 كي تقسمها بالكالكيوليتر قداش باش تعطيك؟ باش تعطيك لهني 21. 21 في 2 الباقي صفر. واقسم على 2 لهني 21 على 2 تعطينا 10 والفاضل 1. نجي نقسم على 2 لاني 5 الباقي 0. 5 في 2 10، نقسمها على 2 لاني باش تولي عندي 2، 2 في 2 4 والفاضل 1. نجي نقسمها على 2 لاني شنو شي يولي عندي 1 في 2 2 والباقي 0. نجي نقسمها على 2 هذه باش نلقى لوحي لا استطيع نحط 0 0 هيك معناها ستوب، كان وصلت لهني 0 ستوب. هبط الواحد هكا بجودو، نقرا العدد نتاع. دونك 42 في الباز ديس كي حاولت الباز دوش ولات هذا يلقوا لي الام اس بي 1 0 1 0 1 0 في الباز دو، ولكن ما غير نزيد نثبتو فيه بالكالكيلاتريس كيما شفنا في الفيديو اللي فات. باه خلينا في نفس السيستم، ما تحاولش تعمل طوى بالاكزا، لا خليك في نفس السيستم. هذه سهله على الاخر، 42 نقسمها على 2 واش نعمل 68 ونقسمها على 2 مادام مخي مفيكسي مع هذه 68 نقسمها على 2 كالعاده نفس البرنسيب بالضبط. عندك هذه تطلع 30 و4 34 والباقي 0 وتوكل على ربي. 2 قداش تطلع هذه؟ 15 وزيدها زوز 17 قداش يفضل يعني؟ قلنا 34 تطلع لنا نورمالمون 0. نزيد نقسم على 2 كان فما واحدة صعيبة نعملها بالكالكي. 8 في 2 16 والباقي 0، 8 في 2 16 والباقي 1 سامحني. نزيد نقسم على 2 4، 4 في 2 الباقي 0. نزيد نقسم على 2 قداش باش تعطيني هذه؟ 2 والباقي 0. نزيد نقسم على 2 1 والباقي 0. نقسم على 2 لا استطيع دونك 0 ستوب حبس وهبط الواحد هذا. دونك 68 في الباز ديس شنو اللي في الباز دو؟ 1 0 0 0 1 0 0
كنت تحس روحك انت بتدخل بعثك هيك كان لوين هم هذا باقي القسم ا 0 0 0 ا 0 0 ب هذا 68 في الباز دي شنو تولي في الباز دي اعطاني اكزامبل اخر اللي هو 121 هذا كان خليه لكم ليكم انتم حاولوا يخدموا واحد بنفس الكونسبت بالضبط ب طاو شفنا كيف ايش حاولنا هذا من الباز ديز البينير الباز دي طاو نفس العدد هذا قال لك حاولهم اونيك زاد السيما حاضر دونك خلينا نفسخوا هذا ونفس الكونسبت بالضبط دونك شنو نحولهم من الباز ديز للباز سيلز دونك نفس العمليه كوداش دونك شنو نكتب هنا 42 و42 هذه الباز نحب نمشي للباز سيلز لان لازمني كالكوليتريس باش ما نغلطش نجيب كالكوليتريسي ستاندار 42 شباب نقسمها 16 تطلع لنا 2.6 معناها 2 16 في 2 قداش تطلع 32 دونك هذه 2 باش تطلع 32 والباقي 10 نقسمها على 16 ما عادش نجمو 0 ويهبط 2 كان وصلت لهنا 0 هذيك معناها ستوب حبس دونك العدد نتاعنا 2 و10 دونك 42 اللي هي في الباز ديس تولي 2 وال10 ما نقولوش 10 نقولو في الباز سيس هذه سهل عندنا لهنا 68 نفس هذه من خدمة دونك نفس العملية بالضبط 68 وين نحب نرد ثاني هذه 68 هي في الباز ديز نحب نردها في الباز سيس دونك لازمني نقسم على الباز نحب نمشي له قلنا 68 فانا باز ماشي سيس كالكيلاتريس نجيبها بعدين نجي هنا جست تطويل بال ورا فيها حتى شيء 68 على 16 4.25 معناها 4 16 في الـ 4 قداش يفضل لي كي نعمل 16 في الـ 4 تطلع لي 64 الباقي 4 نزيد نقسم على 16 صفر لا استطيع ستوب حبس هبط الاربعه هيك تطلع هذه 44 معناها 68 اللي هي في الباز ديس تولي 44 في الباز ساز واضح العمليه يا شباب وال 121 كملوا خدمه وحدكم به هذا بالنسبه انا قال لك لهني كودي هذا اللي كنا نخدموا فيه هو كوداج تشفير اكزرسيس تروا اسهل من اللي فات ديكوداج دونك اعطاك الارقام هذا الارقام هذوما موجودين في البينار من البينار بما انه قالك عملهم ديكوداج حل التشفير راك باش تروح بهم للباز ديس هكا ما قالكش امشي للباز ديس خاطر في الديكوداج انا باز برك نرجعوا له اللي هو الباز ديس لكن في الكوداج نجم تمشي للوكتار البينار ليكزا هكا على سما لك بالضبط شكون وشكون حتى من السؤال طلع برشا حاجات مزيانين دونك عندي لهنا العدد الاول ا 0 ا ا ا 0 فانا باز هذا في الباز دو دونك نكتب لنا دو 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 نبداو ديما ب 0 1 2 3 4 5 هذا النجم نعوضوه بواحد هذا النجم نعوضه باثنين خير 4 8 16 32 توكل على ربي واحد في صفر تطلع صفر دونك اللي مضروبين في صفر ديما ما عادش نكتبوهم خير مع 2 مع 4 مع 8 مع 16 مضروبه في صفر طفاها مع 32 وهذه في صفر طفاها شو اللي عندي لهنا 32 و 8 40 40 و 6 46 دونك العدد هذا قد يطلع لنا في الباز ديس 46 اوكي نتعداو اللي بعده شباب نفس البرنسيب بالضبط جوست طول بالك وكل ما تزيد تخدم اكثر كل ما العمليه تزيد اسهل لان عندنا ا ا 0 ا 0 0 دونك طول 1 2 4 8 16 32 واجمع اللي فيهم الواحد 1 في 0 هذه زي 2 في 0 زي 4 مع 16 مع 32 32 و 4 قداش يعطيونا هذوما يعطيونا 38 36 سامحني 36 و 16 30 و 10 40 52 بريقل على الاخر دونك عدد هذا 1 1 0 0 قداش يولي لنا لهنا في الباز ديس 52 ناخذ اكزومبل اخر خاطر مش عاطينا باز دو عاطينا الباز ساس راه ناخذ الاكزومبل هذا 1 2 بي 1 2 بي باز ساس باز ساس باز ساس لاندي سنتو 0 1 2 16 بوسونس 0 نجم نعوضها ب 1 16 بوسونس 1 نجم نعوضها ب 6 16 بوسونس 2 معناها 16 في 16 256 واجمع الاول 1 في بي ما نقولوش بي ما نجمش نعمل 1 في بي دونك نعوضها بالرقم نتاعها بي اللي هي 11 مع 16 في 2 مع 256 دونك لهنا كي نجمع قداش تطلع لي جيب الكالكيلاتريس نتاعي عن 16 في 2 اللي هي 32 مع
256 مع 11 299. دونك العدد هذا قد يجي يطلع في الديسيما 299، فانا باص ما تنساهاش بالباص 10. اوكي دونك اظن هما التمارين اللي طبقنا عليهم، انت كمان هما الكل بالطبيعه، زيد لوج على تمارين اخرين وزيد اخدمهم. دونك اي تمارين لو خذهم هذا وخذهم من سيت اسمه سيري تيك، اطلبت لكم اللي نتاعو في الديسكريبسيون لود، ترى فيه التمارين هذو بالاصلاح نتاعها. دونك كانوا متوفرين عند الناس الكل موجودين، تنجموا تخدموا بهم، حاجه تعاونكم على الاخر. المهم اخدم، وين تخدم اكثر من العمليه تسهل اكثر. دونك راهي قوه خدمه. دونك ربي معكم شباب، منتقلنا ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.